خلينا ننتقل ونشاهد أولى استطلاعاتنا من مدينة بغداد اللي هي العاصمة. طبعا الكل يعرف بعد أحداث عام 2003 صارت أحداث غريبة في العراق، وخاصة أنه الأماكن اللي هي تابعة للوزارات. طبعا متحف الفن العراقي اللي هو تابع لوزارة الثقافة انشنت عليها حملة شرسة جدا، يعني اللي هي قاموا بسرقة 7400 قطعة نحتية فنية لكبار فنانين تشكيليين في العراق وحتى في العالم العربي، منهم جواد سليم وفائق حسن وضياء العزاء وكثير من الأساتذة واللي هم فنانين واختصاصين بهذا المجال. اليوم راح نشاهد في متحف الفن العراقي طبعا بتعاون جهات ومواطنين وأصحاب الغيرة على تراث بلدهم والأشياء الثمينة لبلدهم، قاموا بإرجاع بعض هذه القطع، وخلينا نشوف كيف كان إرجاعها وبأي شكل، وخلينا نشوف هذه الأشكال من متحف الفن العراقي وبعدها نرجع لكم. نحب نرحب بك سيادة الوكيل، ونحب تتحدثينا عن اللوحات اللي انسرقت والآثار اللي انسرقت من الوزارة. نتمنى أن تتحدثينا عنها بوضوح. نعم، شكرا قناة الشرقية وأهلا بكم. حقيقة تعرض مركز العراقي للفنون ما يسمى المركز العراقي للفنون بعد الأحداث إلى هجمة شرسة ومنظمة كاد أجزم، تم بموجبها يعني سرقت مجمل ما كان يحتوي هذا المعرض، هذا المركز من أعمال فنية لكبار الفنانين العراقيين ولكل ما يحتويه من تاريخ للعملية التشكيلية الفنية الإبداعية في العراق منذ بدايات بواكير القرن العشرين وحتى يعني قبيل الأحداث بفترة. المكان كان يحوي على ما يقارب 7400 عمل فني، الفنانين كبار القادر الرسام جواد سليم فائق حسن وغيرهم المعروفين المدارس الفنية العراقية. الآن لا نملك سوى يعني أكثر بقليل من 2400 عمل فني، يعني هناك 5000 عمل فني مفقود. الوزارة بعد استقرار الأمور بفترة قامت جولات على المناطق المحيطة بمبناها، استطاعت استرداد نسبة ضئيلة من الدور والشقق المجاورة، أيضا تم استرداد بعض الأعمال بالصدفة عن طريق أماكن الأسواق الشعبية، تصور ذلك، أعمال لا تقدر بثمن تباع ب10,000 دينار و15,000 دينار. زين، المناطق اللي انباعت بها بأي مناطق انباعت والأسعار اللي انباعت بها وشون رجعتوها لهنا؟ يعني احنا حقيقة الفرق بالوزارة يعني جولات تفقدية تعاونوا حقيقة الأهالي، جولات تفقدية للدور والشقق المجاورة، تعاونوا الأهالي في تسليم لأنها بعثرت في الشوارع وقسم يسير جدا وجد في الأسواق الشعبية. السر في الأمر، الخطير في الأمر، أن الشخص الذي أو الأشخاص أو الجهة التي قامت بعملية الاستيلاء هي جهة متخصصة تعي جيدا ماذا يعني ماذا تفعل وماذا تسرق، بحيث قاموا بالاستيلاء على قاعدة البيانات التي كانت موجودة في المكان، قاعدة أرشيف يضم أسماء اللوحات، أعدادها، أحجامها، الأشخاص الذين رسموها، وثائق ملكية هذه الأعمال للمتحف، وبالتالي عانينا كثيرا في أن نحدد ماذا كنا نملك أصلا. أستاذ رحنا نرحب بك، ريتك تحدث لنا عن اللوحات اللي انسرقت وحاليا رجعت، والقطعة هاي الأثرية اللي هي الفنان جواد سليم. زين، تحدثنا عن هاي المواضيع. بكل فخر هنالك تعاون شخصي، وأبرز نموذج لهذا التعاون الشخصي بين المتحف وبين كوني مدير المتحف الوطني
وفنان تشكيلي، وبين الفنان العالمي الكبير نموذج للتعاون الفنان الكبير أستاذ ضياء عزاوي المقيم في لندن، تمت استعادة لوحة المدينة المفقودة سنة العمل 71 المادة زيت على قماش، وهي من الأعمال المهمة للفنان الكبير العالمي أستاذ ضياء العزاوي. وصدفة في إحدى جولاته في إحدى قاعات دول الخليج اكتشفها، ومن ثم مع الأسف اقتناها أحد المواطنين العراقيين وذهب بها إلى متحف الفن العربي في قطر. ومشكور متحف الفن العربي في قطر اتصل بالفنان عزاوي، وأستاذ عزاوي بلغني أنه بإيميل وهالتعاون بين ثلاث أطراف وآخرها الانتربول تم استعادة العمل الفني الكبير لأستاذ عزاوي. للأسف اللي نشوفه بالعراق وخاصة بالمتاحف العراقية اللي تابعة لوزارة الثقافة، وحتى أنه المتاحف الأخرى اللي هي بدأت الأشياء الثمينة تنقرض وبدأت الأشياء تنسرق بدون أي مراقبة وأي متابعة على هذه الأشياء الثمينة. اليوم شفنا بالتقرير أنه قاموا باسترجاع أكثر من 2400 قطعة من أصل 7400 قطعة، يعني اللي مفقود لحد الآن هو 5000 قطعة نحتية لأساتذة وفنانين تشكيليين. وللأسف أنه يمكن هذه بالدول العالمية وبالدول العربية تقدر بملايين الدولارات، إحنا اليوم نشوفها موجودة بالأسواق الشعبية ب 100,000 دينار، ويمكن أنه حتى ما يعرفون أنه سعرها 100,000 دينار أو 25,000 دينار أو كذا، وبالتالي أنه حتى الأطفال يلعبون بها بالشارع. هذا بسبب أنه عدم وجود رقابة على الأشياء الثمينة والتراث العراقي. أيضا هذه دعوة من أهل المدينة، إذا أكو أي عائلة عندها قد يكون هم حافظوا عليها اشتروها يرجعونها للمتحف، لأن هذه ثروة للوطن، أو هي يعني لعامة الناس مو لشخص معين، فياريت الكل يتعاون، اللي عنده قطعة أثرية يحاول يرجعها في أقرب فرصة إلى المتحف أو يسلمها إلى الجهات المختصة، لأنه هذه ثروة بلد وهذه حضارة وتاريخ بلد، ما يصير تكون يعني بأيدي الناس أو بأيدي عامة الناس. يعني حتى إذا كنت مشتريها أنت بثمن من السوق، أنه تقدر تطالب بثمن اللي دفعته صحيح من الجهات المسؤولة أو وزارة الثقافة بالتحديد، تقدر تقوم يا بطون فلوس اللي أنا شريتها بفلوس، طون فلوس وهاكم هاي القطع مالتكم حتى أنه نحافظ عليها. ليش حرامات أنه موجودات بالشوارع وغير موجودات بمكان المخصص اللي هو صحيح مكان يمكن كثير من الناس والوفود صحيح الأجانب اللي تزوره، وبالتالي يعرفون قيمة الفن العراقي صحيح هو كيف كان وشلون نقدر نحافظ عليه.